هديتنا للعمال اليوم هي بعض المكاسب الاجتماعية اللي أكدت عليها، هي على الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، الزيادة في الأجور في قطاع التأمين والبنوك، في مراكز النداء، في شركة تريد، وفي كل المؤسسات. كذلك الزيادة مهمة لأبائنا ولأفنوا أعمارهم في خدمة البلاد هذه والاقتصاد هذا من المتقاعدين وأصحاب الدخل الأجر المحدود. الزيادة 5-65%، المشكون بمفعول مالي رجعي إن شاء الله من أوت 2016، وإن شاء الله هذه المفعول المالي الرجعي يكون عنده الانعكاس الإيجابي نتاعه في شهر رمضان. أكدنا كما سمعتوا على دورنا الوطني في ظل الظرف الدقيق اللي تمر به تونس من احتجاجات في الجهات، وخاصة الخطر الكبير اللي فقدوا الأمل في كل الناس بدون استثناء، وآن الأوان أن يرجعوا للعمل السياسي اعتباره بعيد على نظفوه من كل الشوائب، بعدوها على كل المزايدات.